السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى شوف ازاي نرسم العرايس اللي هي غالبا كانت موجودة في المباني القديمة، وبالذات مثلا ممكن تشوفها على مسجد أحمد الطولون. أجي دلوقتي أقول له أنا عايز كومبوننت، وأقول له موديل إنجليز، ممكن نخليها وول أو جينيريك موديل. دلوقتي هبدأ أرسم، فأنا محتاج إن أنا أقول له شو ده السطح اللي هنرسم عليه الورك بلان. هقول له بيت أبلان، وراح نختار مثلا بلان زي دوت. هبدأ أرسم هنا، هو عبارة عن شكل معين كده وبيبدأ يتكرر معايا، فممكن أقول له كرييت. في أكتر من طريقة، ممكن أرسم شكل واحد وبعد كده أخلصه وأقول له فينيش وأبدأ أكرره. يعني ممكن أقول له مثلا أنا عايز أرسم حاجة مثلا بالشكل دوت، وترسم مثلا قوس. ممكن تخليه مثلا يفوز جاي كده شوية، أو ممكن تخليه حاجة بالشكل دوت. أو وتبدأ تخلي الشكل ده يتكرر أو تعمل له ميرور أوت ميرور. دي آر من هنا لهنا، تاخد الشكل ده وتكرره، يعني تقول له مثلا موافق اهوت وتكرره. او حتى ممكن تستعين بأمر ارهي وتقول له انا عايز مثلا 6، وتقول له هديك اول واحدة تاني واحدة، وتقول له مثلا من النقطة ديت للنقطة ديت، هيكررهم لك بالشكل دوت. والست دي ممكن تخليها مثلا 10، فيبدأ يتكون معاك بالشكل دوت لحد ما تلف حوالين الشكل ده كله. دي طريقة، تمام. طيب ممكن نشوف طريقة تانية، أو ممكن نشوف طريقة تانية. خلينا نيجي مثلا الناحية التانية هنا، وبعد كده أقول له أركتكشر، وأقول له كومبوننت، وأقول له موديل إن بليس. مفيش حاجة اسمها عرايس في الكاتيجوري ديت، فهقول له وول، وأقول له شو ست بيك أبلان أيت. وبعد كده ممكن تخليها كلها في جينيريك موديل واحدة، يعني هقول له اكستروشن، وهبدأ مثلا هترسم خط من أول حاجة لآخرها. أقول له أنا عايز أرسم مثلا بالشكل دوت زي ما أنت عايز. في أشكال كتيرة جدا جدا لا نهائية تقدر ترسمها، مفيش حاجة اسمها صح ولا غلط، يعني المهم يبقى شكلها كويس. بالشكل دوت اهو. ممكن بقى تعمل سيلكت عليه كده وتقول له انا عايز ميرور من هنا لهنا بالشكل دوت. وبعد كده هنرسم خط ونبدأ نخليهم يكملوا بعض زي ما انت عايز، يعني نرسم خط مثلا من هنا لهنا، ونبدأ نكرر الشكل دوت زي ما احنا عايزينه. في الآخر هنربطهم ببعض، اقول له كوبي او اري، موف من هنا لهنا، واقول له اري، واقول له ده سكيل. مش مديني امر اري، في امر كوبي كونسترين من تيبل، اقول له من الخط دوت للخط دوت للخط ده وهكذا. طبعا ده مثال اخر غير التاني، لو كان التاني كنا خدناه كوبي على طول، تمام. وممكن بقى تقول له ايه، انا عايز ارسم خط كده من هنا لهنا ومن هنا لهنا، اهم حاجة يكون الشكل مغلق، تمام. ممكن تقول له مثلا انا عايز اخليه بالشكل دوت. ممكن تعمل سيلكت على ده كله وتنزل شوية بالشكل دوت، وبعد كده تقول له موافق، فهيبقى موجود معاك بشكل زي ما انت شايف.